الشرقية الزهرة، ساكنة في دائرة سيك ولاية معسكر. خدم فيها المؤسسة عصر الزيوت، بديتها من 27 فيفري 2024. بديتها شوية صعيبة عليا، جيم كي درت الدومون تاع المشروع تاعي عطاوني ماشينة برك، ما عطاونيش مادة أولية. محل ما عنديش باش نخدم فيه، راني يعني نخدم في الدار بصح راني نتأثر في هذا الزيوت العطرية. خصني الأموال باش نبدأ نوسع المشروع تاعي، باش نخدم المستقبل. يعني دروك ما عندي أي حاجة، عندي مادة اللي راني نشريها راني نبيعها، يعني ما عنديش فايدة نهائيا. خصني مادة الأولية باش ندير راس مال، يعني راس مال ما عطاونيش لونجين، عطاتني الماشينة وقالت لي الله يسهل. ومن بعد كي روحت عندهم باش ندوموندي على اللي باقيين، قالت لي لازم ديري يعني سلفية لأمك، وأنا مام كبيرة يعني باش ندير لها سلفية 10 ملايين. يعني باغي نوسع المشروع تاعي باش ندير شركة كبيرة، يعني خاصني قطعة أرض يعني صغيرة، يعني مساحة 200 حتى 300 باش نكبر المشروع تاعي ونوصلها حتى للخارج. أنواع الزيوت هي زيت السانوج، زيت جوز الهند، زيوت التقطير وزيوت تاع الحبوب، زيوت التقطير إكليل الجبل، زيت الخزامة، زيت الورد، ماء الورد، يعني المياه المقطرة، يعني اللي ما كانش هنا في البلاد راني نخدمهم، يعني الزيوت اللي راهي مخشوشة أنا نخدمهم زيوت يعني ناتشورال طبيعية، يعني مثل جوز الهند، مثل السانوج، مثل الكريمات تاع الشعر، تاع كريمات تاع زيت الثوم، نخدم كريمات تاع الرجال، يعني اللي ما كانش هنا في البلاد راني نخدمهم. يعني هذه الخبرة جبتها من مصر، ما جبتهاش من البلاد. يعني البلاد ما عندناش مؤسسه يعني مركز التكوين باش نديرو يعني شهاده. كاين مركز التكوين في تونس مشهور، مواد التجميل يعني معروفه في شمال افريقيا، يعني هنا في الجزائر كاين فورماسيون تاع يومين وخلاص. يعني كيف انا ندير فورماسيون تاع يومين؟ يعني لازم ندي اسبوع او شهر يعني باش نقرا باش ندرس هذه المواد التجميل ندخلها في هذه البلاد. وهذا المركز وهذه الشهاده يعني من تونس يعني نقدر نخدم بها حتى في الخارج، وندي سلعتي المواد تاعي نديها للخارج نستوردها. كاين الناس اللي تعرف الخدمة تاعي، كاينتها في سيتي باريكو وفي سطيف في كلش في 48 ولاية، يعني يعرفوا كاع الخدمة تاعي ويدوموندي السلعة. بصح الغالب أن السلعة هذه ما نقدرش راني نشريها ونبيعها، ما عنديش فايدة، وخاصني باش نخلص الدومين ونخلص لاكاسموس ونخلص يعني لونجيم، عندي 3 سنين باش نخلصها. ودروك أنا ما عنديش مادة أولية باش نشريها، دروك راني نشري ونبيع، يعني الفايدة تاعي وين راهي؟ كنت اصليا نحصر زيت الجوز الهند وزيت اللبن الدكر، والناس يطلب صوالحي. المكان تاعي راني نخدم في غرفه مظلمه، وهذه واعره للدور لي للمستقبل لصحتي. نوسع المشروع تاعي وتساعدني في الماده الاوليه للمستقبل، ونشرف بلادي ونشرف معسكر ولايه معسكر ونشرف غرفه الحلفيه، ونشكر اللي ساعدوني. شي راني نبيعه يعني بحت هذا زيت الثوم، يعني بحت الأكثرية زيت الزعتر، وبحت زيت العنبر اللي زيوت الأصلية، يعني زيت العنبر يعني مصنوع يعني بالزيت العنبر والكافور ولبن الذكر يعني وبالكريمة، يعني وهذا مشروع هائل يعني وما كانش هنا في الجزائر يعني، ونجحت فيه. مش عام واحد راهي يدي منه الرجال، نجحت في هذه الزيوت، يعني هذه جبتها خبره ما كانش في الجزائر. وصل ندائي يعني انني مغبونه، مانيش باغي نروح للخارج ونخدم في الخارج بهذا المجال تاعي، راهم متمنين الناس الدول العربيه باش نخدم هذا المشروع في الخارج، وانا مانيش باغي، يعني باغي في بلادي يعني هي احسن. نوجه ندائي للوالي معسكر الجديد والدائره سيك وبلديه سيك، سيك باش يساعدوني على قطعه ارض باش نوسع المشروع تاعي. وهذا المشروع هائل يعني في البلاد، ونخدم زيوت عصريه يعني اصليه يعني، بصح ما عنديش الماده الاوليه وما عنديش قطعه ارض باش نكبر الشركه تاعي. واني باغي ندير اسم في بلادي يعني سموه بيو واسيل، عصر الزيوت النباتيه، ونحصر ونقطر في نفس الوقت. مواد الزيوت العطريه تاع الاحشاب تاع الغابه، ونخدم الحبوب يعني ناتورال طبيعيه، يعني جوز الهند كل شيء اصلي يعني ماشي مخشوش والحمد لله. وانا نسكن في دائره سيك، والفيسبوك بيو سيك، والماركه تاعي الاسم تاعي تاع القرى بيو واسيل. نتشرف المواطن اي حاجه اللي باغي. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.